تعالي بقى ناخد النهاردة التفاعلات التي لا تحدث في الظروف القياسية، هنشوف بقى الإنتروبيا عندها هتكون عاملة إزاي. دلوقتي ناخد إيه التفاعلات التي لا تحدث أو التي تحدث في الظروف غير قياسية، هي الظروف الغير التفاعلات التي تحدث أو التي لا تحدث في الظروف القياسية أو التي تحدث في الظروف الغير قياسية. عندك مثالين وهنطبق عليهم بقى إيه كل اللي جاي. عندك أول مثال في الكتاب بيقول إن 2H2 الحالة الغازية لما بحوله لهيدروجين برضه في الحالة الغازية، قال لي إن التفاعل ده طارد للحرارة بسالب 218 طيب باللي احنا اخدناه الحصة اللي فاتت، التفاعل ده تعتقدي الانتروبيا هتزيد ولا هتقل؟ هتقل هتقل. برافو عليك، عشان يبقى عدد الغزيمات قل. شطورة، يبقى صح، يبقى المفروض الانتروبي هتقل على حسب اللي احنا اخدناه الحصة اللي فاتت، هنا 2 مول وهنا 1 مول، يبقى الانتروبي هتقل. طيب يبقى هنا بالنسبة للإنتروبي نكتب كده، نقول بالنسبة للإنتروبي المتوقع أنها أقل لأن عدد مولات المواد المتفاعلة أكبر من عدد مولات المواد مواد الناتجة. تمام كده، ولكن جه قال ايه بقى؟ قال ان في الحقيقة التفاعل ده في الحقيقة بقى يعني على ارض الواقع، يعني ده اللي احنا متوقعينه على ارض الواقع، لقى ان الانتروبي هتزيد. طب ليه بقى الانتروبي هتزيد؟ قال والله احنا بنبص على بنبص على التفاعل، التفاعل انت شايفاه دلوقتي طارد ولا نص؟ طارد. طارد. شوفي طارد قد ايه حراره؟ 218، يعني كميه مش قليله برضه، كميه كبيره. فراح قال ايه؟ ان كميه الحراره اللي ناتجه ده بتأثر على المواد الناتجه، فبالتالي الغاز ده ما بيبقاش في حالته القياسيه خالص. مش احنا دلوقتي بنقول ان الانتروبي بتزيد بس في الظروف القياسيه، اللي في الحاله العاديه تلقائيا بيحصل في الظروف القياسيه دون محرك خارجي. طيب لا، لقوا ان التفاعل ده بقى ان كميه الحراره اللي ناتجه بتاثر على الجزيئات الناتجه، فبالتالي بتكون حرارتها اعلى. طب لما ازود درجه الحراره يبقى اذا الانتروبي هتزيد. فهمتيها ولا ممكن ايه؟ تاني، حاسة مش واصلة، معلش تاني. طيب تاني، دلوقتي احنا انت خلاص قلت ان الانتروبيا هتزيد لان عدد الجزيئات هنا اكبر من هنا، يعني في النواتج قليله. طيب جم قالوا ايه بقى؟ لا، قالوا ان دي لا مش هينفع كده. ليه؟ لان اللي قالوا ان في ارض الواقع في التفاعل لما بنعمله في العادي بيلاقوا ان الانتروبي بتزيد. طب ليه الانتروبي بتزيد؟ عشان لان طارت درجة حرارة أكبر. التفاعل طارد، يعني بيطلع حراره. طب لما يطلع حراره يبقى اكيد النواتج هتتاثر بيها.
فدرجة اه حرارتها هترتفع، واحنا واخدين ان من العوامل اللي بتأثر على الانتروبي، على الانتروبي زيادة درجة ياه الحرارة، اه كل ما ايوه درجة الحرارة بتزيد الانتروبي بتزيد. فهمتي؟ اه هما كده زي ما بيقولوا ايه، ان دي حالات شاذة بمعنى اصح، فاهماني؟ اه فهمت اه يبقى هنا هنقول بقى في الحرارة لوحظة الإنتروبي تزداد. طب ليه؟ ليه تزداد؟ هنقول عشان ها تفاعل طارد، التفاعل وبالتالي هيزداد درجة الحرارة للمواد الناتجة. برافو عليكم، وبالتالي ترتفع درجة فهيزيد ال اسمه ايه الانتروبي. الغاز اللي هو مين؟ H2. اه طب هترتفع درجة حرارته عن مين؟ عن الحالة القياسية اللي هي 25 درجة، عن اه الحالة القياسية، فبالتالي تزداد الانتروبي. لذلك تزداد الانتروبي. تمام، تعالي نشوف المثال التاني اللي موجود عندك. فهمت ده كويس؟ اه مديني اف اي في 2 و 3 في الحلزون زائد ال برضه في الحلزون 2 ال، فتدينا 2 اف اي برضه صلب زائد ال 2 او 3 برضه صلب، وقال لي ان التفاعل طارد بكام؟ والله مش فاكره الرقم، بس هو رقم كبير تقريبا سالب 2 2. استنى كده اشوف لك اشوف الرقم كام. تمام. يعني بدماغك كده الانتروبيا هيحصل لها ايه؟ هنا تقل ليه بقى؟ ايوه ايوه عشان انا نظرت اسمه ايه الحالة الفيزيائية، فهلاقي ان هو سوليد. لما بتكون سوليد ما هو برضو نفس عدد الجسيمات. المفروض ان هي تقريبا هتبقى ايه؟ صح. تزداد قولي قولي ان هي مفيش تغيير، انت ملاحظ تغيير، ايوه هي ان الحاله مفيش تغيير، ايوه متساويه لان الاتنين نفس بعض. بالظبط كده. فاذا هنقول بقى بالنسبه للانتروبي من المتوقع انها، بس بيقول ايه بقى؟ مش بيقول ان هي ثابته، لا بيقول ان هي تزداد زياده ضئيله جدا او تتغير بنسبه صغيره جدا. مش هنقول تزداد بقى، هنقول تتغير بنسبه صغيره، ده اللي احنا متوقعينه. يبقى بالنسبه اه للانتروبي، للانتروبي المتوقع انها تتغير بنسبة ضئيلة جدا. ليه؟ لأن المواد الناتجة نفس الحالة الفيزيائية للمواد المتفاعلة ونفس عدد وكذلك الجسيمات. وكذلك برضو عدد المسجلات الثابت. امال ايه بقى؟ لقوا في الواقع ان برضو الانتروبي بتزيد. طب ليه بقى؟ نفس الكلام، قالوا ان التفاعل طارد وخارج منه كمية حرارة كبيرة جدا كافية لتحويل المواد الصلبة لسائلة، فبالتالي لما يبقى دي صلب وهنا سائل يبقى الانتروبي بتزيد. هما ازاي تاني هيغيروا السعر؟ تاني هقول لك تاني،
يبقى في أرض الواقع هو بصي المفروض ده التفاعل الكيميائي اللي بيحصل، المفروض أنا دخلت مادة بيضاء وطلع لي مادة صلبة، تمام كده؟ ايوه لا جم لما لما بيعملوا التفاعل في الحقيقة، في الحقيقة لا إن المواد اللي طالعة سائلة، يعني لقوا الحديد في حالة سائلة وأكسيد الألمونيوم برضه في حالة سائلة، طب إزاي بقى ماشي. مع إن إحنا متوقعين إن هو المفروض يطلع سوليد؟ قالوا إن التفاعل طارد للحرارة، وكمية الحرارة اللي طالعة كبيرة جدا كافية إن هي تعمل انصهار للحديد تحوله لسائل، وتعمل انصهار لأكسيد الألمونيوم برضه تحوله لسائل، فبالتالي بتزداد الإنتروبيا. تمام. فهمتيها كده؟ يبقى هنا بقى نقول بقى في الحقيقة برضه إحنا الإنتروبي بتزداد. طب إزاي بقى؟ نقول لأن التفاعل طارد بالحرارة، درجة الحرارة كبيرة. والحرارة الزائدة كافية كافية. اللي أيوة اللي هي تحول الصلب للسائل. برافو عليك، تحليل المواد الصلبة الزائدة إلى سائل سائلة، خلاص؟ فبالتالي طالما هنا صلب وهنا سائل يبقى الإنتروبي تزداد، مفهوم تمام. كده؟ ماشي. تعالي بقى هديكي برضو مثال كده اقول لك الاسئله هنا بتيجي ازاي. اهم حاجه بس ماشي. برضو مهمين جدا 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 عشان هيجي، اي بصي اكيد واحد فيهم بنسبه 90% هيجي واحد فيهم علل يقول ايوه لك على عشان الرقم حالات شاذة فعشان كده هيتركز لي عليها. ايوه بالظبط كده. على فكره هم سهلين وانا متاكده ان انت ايوه فهمتيهم سهل يعني. الحمد لله. طيب صور لك بس الصوره. بيقول لي مثلا ادي مثال اهو سي بقى اتش 6 مع طبعا غاز تقريبا زائد او 2 غاز ادينا سي او 2 غاز زائد السؤال بقى هل تزداد الانتروبي أم تقل؟ وحدد السؤال الثاني بقى، حدد اثنين من العوامل التي تؤثر للانتروبي. اديني واحدة تزهقش سالب
يلا انت متوقعة ان التربة هتزيد ام تقل؟ هتزيد هتزيد ليه؟ عشان عدد الجسيمات هنا كان 5، بعدها بقت 6. صح كده، كنت زادت الجنوبي لأنها عدد السيئات سبعة، المواد. كانت 5 ماشي بعدين بقت 7. طيب، السؤال اللي بقى بيقول حدد 2 من العوامل اللي ممكن تأثر في الإنتروبي. درجة الحرارة، شاطرة، برافو عليك. يبقى أول حاجة من المتاعب برضه نقص. طيب طيب فبالتالي يعني زيادة درجة الحرارة زيادة الإنتروبي. طيب وإيه كمان؟ وعدد الجسيمات. صح كده. تعالي بقى ندخل في حاجة تانية، احنا تقريبا يعني احتمال ان شاء الله باذن الله نخلص النهارده، لو الوقت كفى معانا نخلص النهارده. إن شاء الله. بس الدراسة اللي هو بتاعة تغيرات الانتروبي في التفاعلات الكيميائية، عندي من أول فترة الانتروبي المطلقة هي دي اللي علينا. يعني مش عندك دي؟ مش عندك اللي لسه قايلنا؟ لا دي عندي، طيب وإيه تاني؟ قصدي انه لو هنبدأ في الدرس الجديد. هنبدأ في اللي بعده. ايوه انت قصدك يعني بتقولي انت ملخبطة فيها مش فاهماها يعني؟ ولا ايه؟ لا لا، شوفي يا مسا دلوقتي، صح احنا خلصنا اللي هو بتاع الانتروبي. وهندخل بقى على القانون الثالث للديناميكا الحرارية اللي هو الانتروبي المطلقة. ايوه، اللي بعده بس ده هي التفاعلات التي لا تحدث في الظروف القياسية اللي هي انتروبي. بعدها علينا تغيرات الانتروبي في التفاعلات الكيميائية، صح كده؟ لا قلتي لي ان انت مش عندك دول. استنى افتح بس كده معاكي كده واقول. ها بصي، انا عندي اللي معايا هنا بس. الدرس اللي بعد كده تغيرات الانتروبي في التفاعلات الكيميائية. ده الدرس اللي انا لسه ايوه هقوله دلوقتي. ايوه ما احنا هنقوله دلوقتي بقى في اللي هو بتاعت صفحة الانتروبي والاحتمالية، دي ملغية. الانتروبي والاحتمالية. ماشي، من عارفة ان النشاط ملغي. ايوه، اما بالانتروبي المطلقة هي دي بداية الدرس، فانا قلت مثلا لحضرتك مش عارفة. لا لا تمام ماشي، خضتيني. ان شاء الله نخلص. ان شاء الله النهارده. ناخد بقى دلوقتي الانتروبي المطلقه او بنسميه القانون الثالث للديناميكا الحراريه. احنا اصلا في قانون اول اللي هو بقاء الطاقه، الطاقه لا تفنى ولا تستحدث الى العدم ولكن تتحول من ما صوره تحاول لاخرى. نشر إلى آخر. القانون الثاني اللي احنا اخذناه الحصه اللي فاتت. خلاص ناخد بقى النهارده القانون الثالث للديناميكا الحراريه. تمام. القانون الثالث للديناميكا الحرارية. أو
بيقول ايه؟ هكتب لك نص القانون وبعد نشرح. بيقول ان الصفر المطلق هو ادنى درجة حرارة محتملة. ليه؟ لانها درجة الحرارة التي تقول فيها الانتروبي النظام تساوي صفر. يبقى هو أقل درجة حرارة محتملة لأنها درجة الحرارة التي يكون عندها انتروبي النظام بص بقى يا ستي، طبعا انت المفروض مش عارفه في الفيزياء خدتي ولا لا، خدت حاجه اسمها اللي هو الصفر المطلق او مقياس كلفن. مش انت عندك درجات الحراره ممكن نقيسها بالسيلسيوس وممكن نقيسها بالكلفن صح؟ ودي ودي كلفن بتساوي ميتين السيلسيوس. وسبعين لا اديك كلمة بتساوي سيلسيوس زائد 273 صح؟ طيب واحنا عارفين ان الصفر المطلق يكافئ كام سيلسيوس؟ الصفر المطلق صفر كلفن هيساوي كام؟ خمسة بصي اصل انا بقول لك صفر كلفن، يعني معنى كده ان انا احط تي كلفن بصفر. طب لو حطيت تي كلفن بصفر يبقى تي سيلسيوس بكام؟ هجيبها باشاره مخالفه سالب 273. فهمت ماشي. ازاي؟ يبقى الصفر كلفن هي يكافئ سالب 273. عايزاكي بقى تستوعبي سالب 273 دي يعني ايه؟ يعني شوفي تخيلي درجه حراره اقل من الصفر ب 273 درجه. فبيقولوا ان اي ماده، اي ماده عند درجة حرارة صفر كلفن بتبقى مرتبة بشكل منتظم جدا والجزيئات كلها جنب بعض جنب بعض. أي مادة أنت متخيلة، أي مادة بيلاقوها عند صفر كلفن بيلاقوا إن كل الجزيئات بتكون مرتبة بشكل منتظم، وساعتها الإنتروبيا هتكون بتساوي كام؟ ساعتها الإنتروبيا هتكون بتساوي كام؟ صفر. صفر، لأن الجزيئات مرتبة ومنتظمة ومش بتتحرك، فاهمة؟ بس يبقى بيقول إن الصفر المطلق اللي هو صفر كلفن هو أقل درجة حرارة محتملة. يعني إيه أقل درجة حرارة محتملة؟ يعني ما فيش بعد كده كل المواد ده بتقف، كل الجزيئات بتاعتها حركتها بتقف. ليه بقى؟ لأنها درجة الحرارة التي يكون عندها إنتروبيا أي نظام أو إنتروبي النظام يساوي صفر. تمام تمام. كده؟ طيب يبقى عندك صفر كلفن هقول لك ان الانتروبي يساوي صفر. في حاجه بقى اسمها الانتروبي المطلقه. عايزين نحسب الانتروبي المطلقه او بنحسبها ازاي؟ بص يا ستي، الانتروبي المطلقة كده عارفة زي ما كنا بناخد قبل كده درجة الذوبان القياسية، درجة الاحتراق القياسية، فاكرة؟ هي زيها كده. ففي حاجة اسمها الانتروبي المطلقة، المطلقة بالرمز دلتا اف ضد علامة القياسية وعلامة المطلقة. ايه هي بقى الانتروبي المطلقة؟ لو انا جيت قلت لك عايزه الانتروبي المطلقه للعنصر مثلا ايه اف عند درجه حراره مثلا 15، هتيجي تعملي لي ازاي؟ تقولي انت عايزه الانتروبي المطلقه، يبقى انا هجيب لك الانتروبي. ايه هو الفرق بين الانتروبي وهو عند صفر كلفن والانتروبي هي سالب 15؟ التغير او الفرق ما بينهم هو الانتروبي المطلقه. تاني، يبقى انا لو انا عايزه اجيب الانتروبي المطلقه لاي عنصر معناها ان انا بجيبه عند صفر كلفن اللي هي بصفر عادي. هتقولي لي يا مستر ما هي معروفه ان هي بصفر، اقول لك ماشي. هنا الانتروبي بتساوي صفر،
يبقى اهو، يبقى هي الفرق ما بين الانتروبي عند درجة صفر كلفن اللي هي بتساوي صفر، وعند درجة الحرارة اللي هي مطلوبة بقى اللي أنا عايزاها أو اللي أنا مديها لك مثلا. هكتب لك مثلا لو التعريف. سايب 15 فانا اعمل سايب 15 ناقص الصفر ولا ايه؟ لا أنا هقول لك دلوقتي التعريف ماشي. تاني. يبقى هي التغير، بص التغير، فلما قلت التغير يبقى هي فرق. هي فرق أطرح يعني. يبقى هي التغير في الانتروبي الذي، شوفي بقى، الذي يحدث بين الصفر والمطلق اللي هو عنده الاس صفر ودرجة حرارة، أو درجة الحرارة، درجة الحرارة المعلومة بتتكلم عليها، أو المادة على طول. يبقى هو بيقول عشان تحسبي الانتروبي المطلقة، عشان تحسبي الانتروبي المطلقة بنقول هي التغير أو الفرق في الانتروبي منين لفين؟ من الصفر المطلق لدرجة الحرارة اللي أنا مطلوبة منك. فمثلا أنا عايزة أقول لي ماشي، هجيب الإنتروبي عند الصفر كده، وهجيب الإنتروبي عند الصفر 15، هجيب هنا الإس وهجيب هنا الإس، وبعدين أطرحهم من بعض تديني الإنتروبي المطلق. جبتها يا خضر ولا إيه؟ تمام. خلاص. يبقى هي التغير في الانتروبي الذي يحدث بين مين ومين؟ من صفر سالب 15، التغير اللي حصل ما بين هي الانتروبي المطلق. تمام. وخلي بالك من المسائل، مش هنحسبها بالطريقه دي، المسائل اسهل من كده بكتير. شوفي دلوقتي، بس انا بقول لك ده عشان تفهمي التعريف. يبقى تعريف الانتروبي المطلقه هي رمزها دلتا اس دوت، هي التغير في الانتروبي الذي يحدث بين الصفر المطلق اس عندها اس صفر درجه الحراره المعروفه. المعلومة بتتكلم. تمام. وحدة قياس الحرارة المطلقة، طبعا الرمز بتاعها دلتا اس دوت. وحدة قياسها ايه بقى؟ احنا خدنا وحدة قياس الانتروبي المرة اللي فاتت ايه؟ بس لا، وحدة القياس. الجول كل كلمة. ايوه، وحدة القياس لكل نور في الكلمة. خلاص كده؟ تمام. ده الفرق بينهم. طيب، تعالي بقى ناخد عليها شوية ملاحظات، وبعدين ناخد القانون ونحل مسألة. تمام. يبقى دلوقتي دخلنا على القانون الثالث للديناميكا الحرارية، اللي بيقول إيه بقى يا أخوها؟ الصفر المطلق هو أقل درجة حرارة محتملة، لأنها ليه؟ درجة الحرارة اللي بيكون عندها انتروبي النظام بيساوي صفر. ماشي. وقلنا الصفر المطلق ده معناه ان هو بيكافئ كام سلسيوس؟ 273 سلازيز خلي سالب. بالك سالب. سالب. طيب، والانتروبيا عند صفر كلفن تكافئ كام؟ عند صفر كلفن، صفر كلفن بتكافئ كام سيليزيوس يعني؟ لا، أنا بقول الإنتروبيا عند صفر كلفن كام؟ تساوي كام؟ صفر. صفر. طيب، لما ساعات بقى يجي يلخبطك يقول لك الإنتروبيا عند سالب 273 سلازيوس تساوي كام؟ صفر كلفن. صفر. صفر برضه، صفر. لا، الإنتروبيا اللي بصفر. ماشي. طيب، بعد كده أخدنا الإنتروبيا المطلقة، وقلنا هي إيه؟ التغير في ال... هي التغير في الانتروبي الذي يحدث بين الصفر المطلق ودرجة الحرارة المعلومة للمادة. تمام كده. انا بناخد شوية ملاحظات.
طب المحظوظات اللي هقولها دي بقى مهمة قوي عشان بتكتر في الأسئلة. زي ما احنا أخدنا إن الإنتروبي العادية مش المطلقة بتتأثر بالحالة الفيزيائية، دي كمان بتتأثر بالحالة الفيزيائية، يبقى الإنتروبي المطلقة برضه ملاحظة. ها أول حاجة الإنتروبي المطلقة برضه تتأثر بالحالة الفيزيائية، نفس الكلام برضه بالحالة الغازية، الاسم القياسي للحالة الغازية أكبر من الاسم المطلق للحالة السائلة، أكبر من الاسم المطلق للحالة الصائلة. في مشكلة دي؟ لا تمام. طيب نيجي بقى نرجع كده بالمعلومات لورا. احنا أخدنا قبل كده حرارة التكوين القياسية، فاكرة لما كنت بقول لك حرارة التكوين الـ H2 أو الـ O2 كانت تساوي كام؟ HF قياسية العناصر O2 H2 N2 AL، كل ده كانت بتساوي كام؟ صفر. فاكرة؟ يبقى كنت ساعات أقول لك إيه؟ إن العنصرين طالما هو جزيء واحد O2 H2 N2 كان حرارة التكوين بتاعته صفر. طيب يبقى دي بسميها إيه؟ بسميها عناصر نقية. يعني عناصر نقية عشان هي O2، يعني ما فيش أي حاجة تانية جزيء. تتصفي. أيوه بالظبط كده. فحرارة التكوين للعناصر النقية أخذناها قبل كده بتساوي صفر. طب الإنتروبي للعناصر النقية قال لي لا ما بتساويش صفر ودائما قيمتها موجبة يعني أكبر من صفر. يبقى ثانية بقى، يبقى هقول إن الإنتروبي للعناصر النقية زي دائما هي ايه اكبر قيمة موجبة، قيمة موجبة معناها ايه؟ اي لا تساوي، يعني هي قيمة موجبة ما بتساويش الصفر. اروح مكملة كاتبة ايه بقى؟ على عكس حرارة التكوين، على عكس حرارة التكوين اللي هي ال HF. أو كذا تساوي كام للعناصر النقية؟ موجب العناصر النقية، لكن الإنتروبي ما بتساويش صفر، لا ده قيمتها كمان موجبة وأكبر من الصفر. يبقى الإنتروبي عكس حرارة التكوين. هو اللي عايز يوصله لك إيه؟ إن الإنتروبي عكس حرارة التكوين، الإنتروبي للعناصر النقية لا تساوي صفر وقيمتها موجبة، إنما حرارة التكوين للعناصر النقية كانت بتساوي صفر. تمام كده؟ تمام. طيب حاجة كمان، يعني هو هنا قارن لك بين الانتروبي والحرارة التكوين القياسية، هيبدأ يقارن بين ايه وايه كمان؟ رقم ثلاثة مقارنة ما بين حرارة الانتروبي المطلقة، على فكرة هنا أقصد الانتروبي المطلقة. طيب هيقارن هنا بين الانتروبي المطلق والمحتوى الحراري المطلق. والمحتوى الحراري المطلق دور اتش اس. مش احنا اخذنا لما اخذنا في بداية المحتوى الحراري والحرارة الباب ده، اخذنا في الاول حاجة خالص ان في حاجة اسمها محتوى حراري من المطلق رمز اتش، وبعد كده اخدنا حاجه تانية اسمها دلتا اتش. فانا هنا بتكلم عن الاتش بس، وهنا بتكلم عن الاس بس، مش بتكلم على الدلتا اس ولا بتكلم على الدلتا اتش، لا انا بتكلم عن الاس لوحدها والاتش لوحدها من غير الدلتا، من غير التغير. فاهماني؟ طيب بيقول ايه؟ بيقول ان الحراره اسمها ايه دي؟ انتروبي المطلقه يمكن حسابها، يبقى دي يمكن